نتكلم عن القدم السكري، تمام. ومهم جدا ان احنا واحنا بنتكلم عن القدم السكري لان احنا عارفين ان الشعب المصري مش عايز اقول معظمه، يعني نسبة كبيرة جدا عندها مرض السكر، ومراحله ممكن تتلحق من الاول القدم السكري ده وتتلحق من الاول. فانا عايزة حضرتك تقولي للناس ايه بالظبط اللي بيحصل واحدة واحدة كده، ولما يحسوا بإيه يبتدوا يعملوا إيه وينتبهوا لإيه، علشان الموضوع يعني نبقى مسترسلين فيه بطريقة منظمة. القدم السكري هو العيان ما بيدخلش على طول في مرحلة قدم سكري. اللي بيحصل حاجة اسمها التهاب أعصاب طرفية نتيجة لارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم. بتتراكم مادة كيميائية اسمها السوربيتول نتيجة انه الانسولين مش مستوعب السكر الزيادة اللي في الدم، فتبدأ مع الوقت تتراكم المادة دي على جدار الأوعية الدموية الدقيقة، تمام. فيبدأ يحصل زي دي انسداد في الأوعية الدموية الدقيقة ومش الرئيسية، فالعيان يروح مثلا بره لحد فيقول له ايه يعني اعمل دوبلر، فيلاقي ايه الشريان الرئيسي شغال بس، والعيان بيشتكي من تنميل بشع ووجع بشع في رجله، وساعات تنميل خفيف بس ده انا بعتبره قنبله موقوته لانه ده معناه بانديكيشن انه في التهاب اعصاب طرفيه، اللي هو انت في لحظه ممكن تفقد الاحساس، اللي هو انت في لحظه ممكن تتحول لجروح وقدم سكري. وطبعا مرض السكر معروف ان هو من يعني لو احنا عندنا نسبه بتر اكتر نسب البتر على مستوى العالم من السكر، من قدم السكري. اصل غير كده يبقى حوادث لا قدر الله او كده، لكن يا اما كده يا اما يعني في اسباب تانية، بس اكتر سبب شائع في البتر عامه هو القدم السكري. تمام. فبيحصل انسداد في الاوعيه الدمويه الدقيقه، لو حصل اصلا في الشريان الرئيسي اللي باين في الدوبلر انسداد ده معناه انه في غرغرينه، فاحنا لو هنستنى ان الشريان الرئيسي يتسد يبقى العيان ده خلاص كده ايه خلاص داخل في بتر غرغرينه ايه وبتر. الغرغرينه دي بقى؟ الغرغرينه دي اخر مرحله بقى ممكن يوصل لها عيان القدم السكري، خلينا نشرحها كده بالترتيب المراحل احسن قبل ما نتكلم على اخر مرحله، تمام. عشان ما نخدش الناس ونتكلم في غرغرينه على طول ونقول لهم ان الموضوع ان شاء الله ليه علاج في الاول. تمام. اول مرحله بيبقى اللي هو التهاب الاعصاب الطرفيه دي لما الدوره الدمويه الدقيقه بتبقى قليله نتيجه ان هي حصل فيها انسداد، او دي نتيجه طبيعه مرض السكر بيحصل فيها انسداد او بيحصل فيها دي، فده ده جايبين جرح قدم سكري. بس دي الصوره دي في الاخر بعد ما التقم، احنا عايزين الصور بالترتيب. بالترتيب يا ريت لو تجيبوا لنا المراحل واحده واحده. دي المرحله الاولى بيحصل الم، العيان بيحس بالم، والمرحله الثانيه بيبدا يبقى فيه مع الالم تنميل وسخونه وديستربنس لخبطه في الاحساس، يا اما بهايبر يعني الاحساس يبقى سنسيتيف قوي لان العصب بقى عريان، الطبقه بتاعه الميالين شيس بقت مش موجوده، فيا اما يحس ان الاحساس عالي جدا ويحس بسخونه والم ومش عارف انام ورجلي سخنه على طول يا دكتوره كاني دايس على رمله، دي يبقى في المرحله الثانيه. المرحله الثالثه ان احنا دخلنا في مرحله، دي اولها؟ لا ده مش اولها برضو مش اولها؟ المرحله الثالثه بقى بتكون مرحله فقدان الاحساس. ما تحسيش بقى لا دبوسي دي بقى مرحلة هنا ناقوس الخطر خلاص اشتغل. بعد كده بعد مرحلة فقدان الإحساس بيجي عندنا بقى مرحلة القدم السكري اللي هي بيحصل فيها الجروح، يبدأ يبقى فيه جرح، الجرح المفتوح ده مفتوح بقى لأي انفكشن، التئام مريض السكر أصلا ضعيف، فيعتبر احنا كده ايه الجرح ده اذا ما اتعالجش صح وبسرعه اتلم الموضوع وعالجناه بالطرق اللي احنا هنتكلم عنها هو الحل التاني، الجرح هيفتح وندخل في انفكشن يتلوث الجرح وندخل بقى في مشاكل ايه، يبدا يدخل في مشاكل القدم السكري واحده واحده لحد ما بنوصل للغرغرينه، خلاص مش واصل دم للرجل خالص، فتبقى في الحاله دي الحل الوحيد اللي قدامنا هو البتر. دي مثلا ده عيان، اصل هما تلات عيانين انا كنت ايه بعطيهم. دي قرحه اهي مفتوحه اهي في الرجل، العيان ده جه لحقها. الصوره بقى اللي كانت قبلها دي بعد تلات جلسات بدات تلم،
طب وهو بيحس بايه؟ هو بيشوفها، هو مش هو لما حصل له الكرحه دي خلاص هو كان في فقدان احساس، هو فجاه بيلاقي رجله اتعورت او حصل فيها كرحه. ما هو ده اللي انا بساله. طب هو بيعرف ازاي؟ بيشوفها بقى او مراته او حد جوزها او يقول كده. لا دي بعد ما التأم. عايزه الصوره دي اللي هي في الاول خالص بقى، هنا ده كان الجرح، كانت الرجل مفتوحه كلها من هنا. عايزين نشوفها بالترتيب احسن اللي هيعمل احنا ايه بعتين. دلوقتي؟ فبتقولي انه بتلحقوا الحاجه اول باول لغايه، وقلتي لي بقى بيخش في موضوع الغرغرينه. دي اخر حاجه بقى، بعدها بيبقى فيه بت. طب كل ايه مرحله هي بقى الغرغرينه؟ انه الدم الشريان الرئيسي خلاص حصل فيه انسداد، ها، مش الشرايين، مش احنا قلنا المشكله اصلا كانت في الشرايين عشان الدقيقه. دقيقه. دلوقتي بقى الشريان الرئيسي خلاص، والشرايين الدقيقه مش قادره تستوعب، والشريان الرئيسي حصل فيه انسداد، فاصبح جزء من الرجل سواء كان فوق الركبه بقى او تحت الركبه، ما في بتر تحت الركبه في بتر فوق الركبه، فيحصل بقى بتر على اخر يعني حته وصل فيها دم من الترب، ما هو خلاص مش وصل لها دم الجزء ده خلاص، فلازم تتخلصوا منه. فلازم تبقى مش موجودة، ونستبدل الجزء اللي اتبطل ده بطرف صناعي برضو بطرق معينة برضو في العلاج. كل بقى مشكلة من دي ليها طريقة العلاج اللي احنا الخاصة بنعالج بيها. الخاصة بيها. نبتدي من الأول؟ نبتدي من الأول. اتفضل. احنا أولا أنا عايزة أقولك أصلا إن ده كان موضوع رسالة الدكتورة بتاعتي اللي هي القدم السكري. فاحنا بنبدا اول مرحله اللي هي التهاب الاعصاب الطرفيه. التهاب الاعصاب الطرفيه ده عباره عن دي في الشرايين الدقيقه. طيب خلينا نقول كلام لوجيك وعقلاني. اصلا مريض السكر عنده السيستميك سيركيليشن، هي الدوره الدمويه العامه فيها مشكله، فهل في قرص دواء ممكن يوصل لشرايين دقيقه؟ مش لوجيك. لا، وفي اصلا سيركيوليشن يعني دوره دمويه اصلا من الاساس تعبانه، تعبانه فمش هتوصل اي عمرها حاجه. ما هتوصل، فده لوجيك. فالعيانين دول يعني يفضلوا ياخدوا في ادويه وحاجات عشان التهاب العصب. طب هو العصب هيلتئم تاني ازاي واصلا هو مش واصل له دوره دمويه؟ ما هو عارفه كله موصل لبعضه. اوكي تمام. فاحنا المشكله بتبدا تتفرع عندنا، مشكله في الشرايين، شرايين ضعيفه، بدا يبقى عندنا مشكله في الاورده. خلاص الشرايين والاورده بقوا ضعاف، فايه اللي بيحصل؟ الدوره الدمويه اللي بتوصل للعصب بدات تتاثر، فالعصب هو كمان يبدا يحصل فيه اول حاجه التهاب، تاني حاجه بيحصل دي مايلينيشن، طبقه المايلين الغلاف الماده العازله اللي على العصب تبقى مش موجوده تتشال، بيحصل فيها ديجنريشن تاكل. وبعد كده نوصل بقى على الاكسون، العصب من جوه بقى كده ايه، عارفه زي سلك الكهرباء لما يبقى ملفوف من بره بعازل وانت شلتي العازل، او العصب بقى اوكي بقى نفس الوضع ده. المرحله بعد كده يوصل يبدا يحصل تاكل بقى في العصب نفسه بقى من جوه في الاكسون ده. فما هي دي المراحل بتاعتنا. يبقى احنا عندنا تالت حاجه قلنا العصب. رابع بقى مشكله الموتور اللي هو الجزء ده، كل احنا يعني كل المشكله في الاول اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي في الاحساس، ودي خطوره مرض السكر او القدم السكري او التهاب الاعصاب الطرفيه السكري. طب خطورته ازاي؟ احنا عندنا كده يعني ايه منتاليتي بتاعت الناس عندنا ايه، طالما انا رجلي قادر اقف عليها يبقى انا كويس، تمام. يبقى انا تمام. حاسس يعني بحرقان، حاسس يعني بسخونه غلابه والله يعني عارفه يعني بقول لك بس ما اروحش للدكتور. بس ما اروحش يعني، وهو اصلا عنده. فهي دي خطوره القدم السكري، بتيجي في ايه؟ ان هو بيضرب اعصاب الاحساس الاول، اعصاب الحركه بقى بتبقى متاخر شويه. اما يبدا بقى رجله تضعف دي بيبقى دي اخر مرحله، فيجي عليه يتفاجئ انه في مصايب حاصله ويقول لنفسه انا اصلا يعني ما انا كان عندي بس شويه تنميل وشويه سخونيه. فبيبقى هو مستسهل انه هي حاجات بسيطه، ان هو شايف شويه تنميل وهو تعبان ومتضايق ومش عارف ينام بالليل من السخونه ومن الالم. بس يا عيني يعني ايه، طالما انا قادر اقف على رجلي خلاص يا عيني ومكمل في عجله الحياه ومطحون ومش ومطنش نفسه. بس انا بقول يعني ايه، كل ما هنعالج بدري كل ما النتائج بتاعتنا افضل. اخر مرحله بقى خلاص حصل الموتور ويكنس اللي هو ضعف العضلات، دي بقى شكل المراحل. خلصنا الحاجات دي بقى هندخل زي ما قلنا في الجروح والقدم السكري. خلصنا المرحله دي، الجرح التلوث وبدات الدوره الدمويه مش واصله كويس، يبدا يحصل
بعد الشر بقى الغرغرينا والبتر. دي كل المراحل كده بالترتيب بتاعت ايه القدم السكري. لو احنا في مرحله التهاب الاعصاب الطرفيه اللي هي الاولانيه اللي احنا بنتكلم في مرحله الم، تنميل، حرقان، وجع، شكشكه، تقل، كل الكلام ده معانا، حتى ضعف العضلات كمان معانا. لو حتى لو معاكم بادويه بقى؟ لا، بجلسات هشرحها لك دلوقتي. بجلسات، واتكلمنا قلنا شرايين واورده واعصاب وعضلات. كل ده في مرحله التهاب الاعصاب الطرفيه. اول جزء بنشتغل عليه بيكون الشرايين. هو يعني العلاج ده الحمد لله بفضل الله يعني موجود في امريكا ومعايا انا، لان انا عملت كنت رساله الدكتوراه بتاعتي في القصه دي. ده عباره عن ايه؟ بنحط موجات ليها طول موجي معين، موجات ضوئيه وحدات اللون، حاجه اسمها كده يعني، بيبقى ليها طول موجي معين 890 نانومتر، بتوصل للشرايين. يعني الويف لينث طول الموجي بتاعها ده بيتارجت الشرايين. سبحان الله، الويفز اللي خارجه منها دي ليها قدره انه الهيموجلوبين بيمتصها، فبيحصل زياده في كرات الدم الحمراء وزياده في الدوره الدمويه، وبيحفز افراز ماده اسمها النيتريك اوكسايد، بنسميها احنا الموست باورفل فازودايليتيشن، يعني من اكتر الحاجات اللي تعمل تمدد في الاوعيه الدمويه دي وتشغلها تاني، وبيحفز على انقسام وتجديد الخلايا بتاعه الخلايا الدمويه. تمام. وبيحفز انتاج كولاجين جديد. فكل الحاجات دي تساعد معانا في ايه؟ في زياده الدوره الدمويه الموجوده. بس للاسف في حاجات تانية اتضرت، يبقى احنا كده ما حليناش كل المشكله، حلينا جزء من المشكله. احنا عندنا بقى في مشكله تانية اللي هي ان الاورده بقت ضعيفه، فيعني يندلدل رجله تورم، يجي يلبس جزمه بتضيع عليه، الجزمه ممكن تعوره، يدخل في قرحه زي اللي كانت موجوده في الصور. فنبدا نعمل ايه؟ عندنا جهاز برضو شغل تاني بشكل معين، بنبدا جهاز بيزود اندفاع الدم جوه الاورده بطريقه معينه بنشتغل بيه، ده بيزود ايه يعني بيقوي المرونه بتاعه الايه الاورده. خلاص، ممكن ناخد بس تليفون لحضرتك. مدام سميحه، الو. ايوه الو. ايوه يا دكتوره. ايوه اتفضلي. اتفضلي. اهلا بحضرتك. بس عايزين نسال الدكتوره، يعني انا عندي رجليه بتوجعني قوي، بس عندي طلع عندي تحليل الغده الدرقيه، الباراثايرويد عالي قوي. تمام. طيب، في سكر؟ سي اتش برضه واطيه خالص 19 من 100، وهي المفروض المينيمم بتاعها المفروض يبقى 4 من 10، ومش عارفه احل المساله دي خالص. في سكر؟ في سكر عندي؟ لا. طيب، هي دي هتبقى محتاجين. طيب حضرتك اقفلي يا مدام سميحه وهترد على حضرتك. اوكي، ثانك يو. شكرا. احنا نبقى طبعا محتاجين مع فحص الغده الدرقيه نعمل شويه انفستيجيشنز تانية، نشوف مشكله الم الرجل دي سببها ايه. هل ممكن يكون سببها مثلا يوريك اسيد عالي، ممكن يكون هي عندها سكر تايب 2 ومش عارفه مثلا، ما عملتش التحاليل. ممكن اللخبطه ساعات بتاعه الغده الدرقيه تعمل مشاكل، الام في العظام وحاجات زي كده. ممكن يكون عندها نقص فيتامين دي ونقص كالسيوم. في اسباب كتير قوي، لانه كده السبب يعني ايه واللي يبينها التحاليل. شويه فحوصات كده بنطلبها منها بتعملها، وبنقدر نحدد. لان بصي، اصل كل حاجه، كل مشكله يعني طريقه العلاج بتاعتها مختلفه. الناس فاكره مثلا ايه، يعني انا مثلا دلوقتي بتكلم عن القدم السكري، انه نفس العلاج ده احنا نقدر نطبقه على مشكله تانية. لا، ده كل حاجه ليها تدخل بشكل معين، تدخل علاجي بشكل معين، وطريقه شغل مختلفه، وساعات الشغل بتاع كده يبقى عكس الشغل بتاع كده. انت فاهمه قصدي؟ مش كل الامراض طبعاً يعني لسه ثابته يعني. لا، هو كمان عن يعني في زي ما تقولي ايه، في اختلاف في الامر كمان، بالذات في العلاج الطبيعي. الناس بتبقى متخيله انه الامر، لا ده يا جماعه الموضوع مختلف، انه كل مرض ليه طريقه وحاجه ممكن في نفس المكان تعالجيها يعني مثلا زي مثلا الذراك الغضروفي، عكس لو في فقره من زحزحه الثانيه دي ليها طريقه علاج عكس الثاني يعني. فاهمه قصدي؟ فده بس اللي انا عايزه اوصل. بس نكمل موضوعنا بقى بتاع القدم السكري. احنا اشتغلنا قلنا على الاورده وعلى الشرايين، بيفضل بقى مشكله العصب.
بنعمل حاجات بقى بتزود العصب، التئام الهيلينج بتاع العصب، التئام العصب. ما هو انت لازم تحلي المشكله من جذورها، حاجه مشكله يعني ايه، هو جاي بشويه تنميل، بس بصي جوه الدنيا متبهدله ازاي، طبعا. عمالين نعالج حاجه وحاجه، فاهمه قصدي؟ بعد كده بندخل بقى في مشكله العصب، بنعمل عندنا اجهزه بتزود التئام، حوالي 3 اجهزه بيدخل عليهم حاجه، سواء فوتو ثيرابي وماجنتيك ثيرابي وليزر، شغل كده كذا حاجه بيتعمل. هي الجلسه بتبقى في حدود 3 ساعات. ياه. جلسه كبيره جدا، وبيبقى الكورس 12 جلسه كمان، يعني فاهمه؟ مش مهم عشان صحتي وعشان رجلي ده اصلا الموضوع ده بيعمله، انا عايزه اقولك بيحمي رجله، لو هو حافظ على سكره بيحمي رجله، المفروض في الكتب 2 سنين، بس اللي احنا بنشوفه في الحقيقه، لو هو حافظ على سكره بعد الجلسات دي، يعني بشوف الناس بـ5 6 سنين تمام، يعني زي الفل زي الفل. يعني هو بيعمل مره، هو احنا بنحتاج من كورس لـ3، الكورس بيبقى 12 جلسه، ممكن يبقوا يوميا وممكن يبقوا يوم بعد يوم، على حسب ظروف المريض. ولو احنا مثلا ساعات بيبقى جاي لنا ناس من بره وبيبقى وقتهم قليل، ساعات بنعمل جلستين كمان في اليوم، بحيث ان احنا على قد ما نقدر نعالج المشكله في اقل وقت ممكن. تمام. طب معنا تليفون. الو الو. ايوه استاذ طارق اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. اكلم الدكتوره بس. مع حضرتك يا فندم. بصي يا دكتوره، انا عندي بس رجليا التنميل، وما بنامش الليل، من بالليل كده من الاكلان اللي فيها. هو انت عندك سكر صح؟ عندي سكر. طيب. حوالي 13 سنه. تمام. بس مش وراثي، عشان في العيله ما حدش عنده سكر. ملوش علاقه، ملوش علاقه يا استاذ طارق. هرد على حضرتك حاجه، استاذ طارق طبعا بيتكلم في نفس المشكله اللي احنا بنتكلم فيها، يعني ايه السؤال بتاعه؟ هو عنده تنميل وما بينامش من رجله، ده كده هو في المرحله الثانيه او الثالثه، لان احنا لسه بنعمله، لما بيجي عندنا بنعمله اختبارات قياس احساس. احتمال يبقى التنميل ده، طالما في تنميل يبقى يا اما تنميله بس والاحساس العصب لسه الغلاف بتاعه موجود، وممكن يكون خلاص حصل ديجنريشن، يكون فقدان احساس. هنعرفها منين بقى؟ باختبارات تقييم، بنقيس الاحساس العميق بطريقه معينه وبنقيس الاحساس السطحي بطريقه معينه. عندنا وسائل قياس كده بنعرف فيها الاحساس، في حاجه اسمها الاحساس باللمس، كل حاجه ليها طريقه كده بنقيس بيها. فبنعرف الحاله دي في انهي مرحله عن طريق التقييم اللي احنا بنعمله. فنحتاج كده يتعمل له تقييم ونحدد بناء عليه بقى هو في انهي مرحله ونبدا العلاج. تمام. تمام. من ضمن بقى البرنامج بتاعنا برضو الجزء بتاع تقويه العضلات باجهزه. وفي مشكله تانية بقى في السكر، انه في مشكله تانية مع القدم السكري اسمها ايه؟ شاركوت جوينت. نتيجه الدوره الدمويه ضعيف بيبدا ايه؟ العظم يفك من بعضه. دي بقى مشكلة سخيفة جدا، يعني مش بحب حد يوصل لها، لأنه بنلبس العين حاجة اسمها كيموكر عشان نلم العظم ونلم رجله دي، وبيقعد فترة يعني، وبتبقى مهما طال الوقت ممكن بيبقى خلاص فيها احتمال، حتى يعني 50% ان هي الوضع يفضل كما هو، 50% احتمال بتر، فاهمة قصدي؟ فاحنا بقى بنعمل ايه؟ بنقوي الكتلة العضلية من غير ما نحمل على المفاصل والعظم بطريقة معينة. يعني ليها طريقة العلاج الطبيعي. ليها طريقة شغل، كل اللي احنا بنقوله ده طريقة العلاج الطبيعي. بنقويه بس بطريقة معينة، مش أي تمرين ينفع، والتمرين لازم يكون بشكل معين. علشان تقوي العضلات من غير ما تضغطي على العظم ولا المفاصل. تمام. تمام. ولازم طبعا بروفيشنال هو اللي يعملها، لان بالزبط. مش اي حد يعرف يعملها. بالزبط. بس انا دلوقتي انا شايفه ان احنا بنتكلم في علاج خارجي، وكان الادويه ملهاش اي، ما نقدرش نقول بس الدواء ملوش تاثير. طبعا الدواء احنا اصلا بنشتغل كتيم ورك، يعني احنا لازم دكتور السكر، احنا كل الشغل اللي بنعمله ده لو سكره عالي انت عماله تفتحي في الدوره الدمويه والسكر يعلى، هو يقفل. فاحنا مفيش حاجه، يعني بصي انا دايما مؤمنه بشغل التيم ورك. مفيش حاجه اسمها انه واحد يشتغل مع عيان لوحده، ده مش صح. لازم العيان، انا اول ما المريض بيجي لي سكرك مظبوط؟ لا، هنظبط مع دكتور السكر وتجيلي انت، فاهماني؟ لازم احنا كلنا بنشتغل مع بعض. تمام. مفيش حاجه اسمها انه حد شغال لوحده، دي مفيش حاجه اسمها الدواء، لا الدواء ليه لازمه وليه نتيجه ومهم، احنا بنشتغل كله مع بعض، عمرنا ما بنوقف علاج عيان علاج دوائي. لا، ده لازم، ده بالعكس العلاج الدوائي هيساعد مع، بس احنا ليه بنقول اهميه الجلسات في انه
عشان دي حاجه في المايكرو انت لازم تشتغلي على حاجه معينه، دي عشان توصلي لازم تشتغلي عليها نفسها لوكال. فهمتي قصدي؟ ده اللي مقصود بكده، لكن عمرنا ما نقدر نشتغل من غير التيم وورك، احنا كلنا بنكمل بعض. يعني بتستعملوا ادويه برضو؟ لا، مع لا انا مش بستعمل، انا بعمل. لا يعني قصدي المريض بيمشي المريض مع دكتور السكر، بيظبط له السكر بتاعه، بياخد الادويه بتاعته. طب واعصاب؟ دكتور اعصاب ودكتور اعصاب اذا احتاجناه طبعا برضه بتدخليه معاكي؟ اذا احتاجناه، اذا الامر يحتاج دكتور اعصاب لازم نتدخل. بصي ما فيش مشكله خالص ان احنا وساعات دكتور اوعيه دمويه، ساعات كتير لو الموضوع فيه جروح بنبقى احنا ودكتور الاوعيه معانا. احنا كتير قوي بنشتغل مع يعني احنا اكتر ناس بنشتغل معاهم في القصه دي تخصص اللي هم دكاتره امراض السكر والغدد الصماء، دول اكتر ناس شغالين معاهم هم بتوع الاوعيه الدمويه، دكاتره الاوعيه الدمويه. يعني بالعكس ده احنا دايما شغالين مع بعض، ودايما احنا العيان وصل لفين لا كذا ونصور الدكتور والدكتور يبعت لنا واحنا نبعت له، وبنفضل متابعين الموضوع مع بعض. تمام. ده بالعكس احنا لازم نشتغل بشكل التيم ورك. طيب نجوى معانا على التليفون. الو الو. ايوه نجوى اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. انا ابني مريض سكر جاي له وهو عنده يعني في سنه ثالثه اعدادي دلوقتي، هو في ثالثه ثانوي كان المفروض كان يبقى في اولى كليه، بس بيحس بتلميمه في رجله في صوابع رجله، وساعات بيقول لي يا ماما عندي حرقان. تمام تمام هرد عليكي حالا. بس كان كنت اخر مره كنت عامله له اللي هو السكري، كنت محلله له اللي هو السكري. أيوة. كان 12 ولا مش عارفه 7.5 7.5 مش 12 وكانت قبل كده كان 12 كان 12.5. تمام هرد على حاجه. بس وهو بيمشي بنظام اللي هو علاج السكر، بياخد 2 انسولين معكر ومي. تمام تمام هرد عليكي. ماشي يا دكتوره. طيب. وانا مش عارفه انا الثانيه برضو اللي انا عندي برضو يعني سكر، بس انا سكري عصبي. وباخد برشين. طب في تنمير في رجلك انت كمان او وجع او شكشكه انا ايوه انا ساعات بتحصل لي يعني وجع في رجلي. تمام. وساعات برضو بتنميمه. طيب هرد عليكم انتوا الاثنين حضرتك وابنك. حاضر. ماشي يا دكتوره. حاضر. شكرا. اتفضلي. بصي انا النقطه دي اوريدي اللي هي سالت فيها كنت هنوه عنها. طبعا التهاب الاعصاب الطرفيه ده بيجي لتايب 2 اللي هو للناس الكبار زي الام، ممكن في سن عادي متاخر ويجي التهاب اعصاب، يعني مثلا يبقى لسه جاي له السكر وجاله التهاب اعصاب طرفيه. لكن اللي هو تايب 1 ممكن يجي التهاب اعصاب طرفيه بس بيبقى متاخر شويه، مش في اول سنه اتنين بس، ممكن يجي في السن ده. الام بقى الشاطره الواعيه زي ما زي المتصله كده اللي تاخد بالها ان هو اشتكى من تنميل دلوقتي، لان احنا للاسف شفنا ولاد صغيرين جدا دخلوا في قدم سكري ودخلوا في بتر واطراف صناعيه في سن صغير جدا، لانه الام والاب مش متخيلين التنميل ده مشكله، فاكرينه حاجه عاديه. انت فاهمه؟ لازم مش متخيلين انه الامر ده بيقول يا جماعه في مشكله، يا جماعه في مشكله. عارفه زي مثلا ما حد مثلا يتعب مثلا يجي له مغص، فلو ما قالش انه في مشكله تقوم الزايده مثلا كان في زايده فتقوم تنفجر. بالظبط. فكل ما احنا بنعالج الموضوع في اوله بيبقى افضل. تمام؟ دي 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 نقطة. بالنسبة ليها وبالنسبة للولد، احنا محتاجين طبعا هم نشوفهم ونعمل لهم برضو تقييم، ومحتاجين ان احنا نبدأ يعني يبدأوا كورس الجلسات اللي هي بتحمي الرجل من ان هي الدخول في مضاعفات السكر، وتعالج مشكلة التهاب الأعصاب الطرفية، لأن الشغل ده فيه مستين، انت بتعالجي وشغل وقائي. صحيح. انت ماشية الاثنين، انت مش بس عالجتي العيان وسبتيه، لا ده في جزء وقائي. تمام تمام. طب انا عايزه اقول لك ان الحلقه خلصت. انا لسه كان في كلام كتير. لا بس انا مهم عندي ان احنا نعمل حلقه تانية ان شاء الله. تمام. ناخدها من اولها كده تدريجي ونتكلم عن العلاج الطبيعي وقد ايه انتوا وصلتوا. الميزه زمان كان الواحد ما بيفرقش معاه يروح للدكتور مكان، زمان مش بنتكلم علينا احنا اهالينا يعني، لان ما كانش فيه التقدم العلمي الفظيع اللي احنا وصلنا له. دلوقتي اي حاجه انت بتشتكي منها الحمد لله عايشنا في ربنا ادانا العمر ان احنا نعيش في زمن لقوا فيه اختراعات واكتشفوا فيه حاجات، فنستغل ده
يعني اول ما تحس بحاجه على طول روح للدكتور عشان تتلحق، كل حاجه بتتلحق دلوقتي باذن الله. يعني بشكرك دكتوره رانيا. دكتوره رانيا السيد عبد العليم، مدرس واستشاري العلاج الطبيعي طب قصر العيني، بشكرك جدا. وايضا بشكر كل جمهورنا اللي تابع حلقتنا النهارده، واتمنى الحلقه تكون افادتكم، وانتظرونا غدا وفي نفس الميعاد ولايف كلينك. الى اللقاء.